بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحول الله الإجابة عن السؤال الثامن من اختبار السكن نوفمبر 2018. السؤال بيقول let f of x equal x squared minus 3x find f of a plus 2 minus f of a. ببساطة خالص احنا عندنا function اسمها x squared minus 3x، عايز أجيب أحسب قيمة الفانكشن عند إيه زائد 2 وأحسب قيمة الفانكشن عند الـ A وبعد كده أطرحهم من بعض. طيب الفانكشن اسمها x تربيع ناقص 3x، أحسب قيمة الفانكشن دي عند A زائد 2، يعني ببساطة أعوض مكان كل x بـ A زائد 2، فبقت A زائد 2 سكوير ناقص 3A زائد 2، يعني ادتني A تربيع زائد A ناقص 2 عشان منساش أسمي المعادلة دي رقم 1. يبقى أنا كده حسبت الفانكشن عند A زائد 2. ارجع مرة اخرى احسب الفانكشن دي كلها عند الـ A، يعني اعوض مكان كل x بـ A، بقت A تربيع ناقص 3A وايضا اسمي المعادلة دي 2. اطرح 2 من 1، يعني اقول 1 ناقص 2 هتبقى A تربيع زائد A ناقص 2 ناقص A تربيع ناقص ناقص 3A يبقى زائد 3A. الـ A تربيع تروح مع ناقص A تربيع، اتبقت A مع 3A ب4A ناقص 2، وباين عليها ان هي اجابة رقم D. يبقى answer D هي الإجابة الصحيحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.